السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نرفق إليكم نتائج اعتراضات الدراسة الابتدائية للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023 الدور الأول، المديرية العامة لتربية محافظة المثنى. طبعا الاعتراضات 40 اسم محافظة المثنى، فقط 40 اسم. اعتراضات السادس الابتدائي محافظة مثنى، محافظة المثنى، واحد ماخذ 7 بالانجليزي معترض صاير 70، واحد 67 صاير 97 وغيرها. تعالوا خلينا اشوفكم اياه. شوفوا هذا، هسه هذا هذا عباس باع 38 درجة الاعتراض، درجة بعد الاعتراض 53، باع شوف هسه هاي الدرجة قبل الاعتراض 98 100 90 100، شنو بعد 7 هذا باعي، باعوا هذا 7 70 39 42 98 100، شنو بعد 98 100. شوفوا شلون التغيرات بعد الاعتراض 78 96 63، شوفوا 93 93 96 38 53 وغيرها. عيني هذا 61 قبل الاعتراض اعترضوا صارت 81 96 98 64 74. شوفوا هسه هاي احلى شيء السبعة سووها 70. فهاي الاعتراض لما قلنا لكم اعترضوا اعترضوا، شوفوا هاي درجة الاعتراض. هاي قلنا محافظة المثنى، اي محافظة تنزل درجات الاعتراض رأسا ننزلها لكم.